هي هي العب راح الاول العب على الحكي هذا الصح عصب هذا الحكي هي 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 يا سلام عاشو يلا حيها ام العريس ايوا اسمع الجفره واسمع الثقل فارقني ليش اني افكر بيه هو بي ما فكر كل ما حاولت انساه ادري روحي ما تقدر ابو العبد امشي وحيد بدنيا اسالف مثل المجنون عيونك عذابي وبلواي سجان وي المسجون امشي وحيد بدنيا اسالف مثل المجنون عيونك عذابي وبلواي سجان وبي المسجون شلون انا بالليل طيفك مرافقني يلي حبك حيل حيل نار وبي تحرقني شلون انا بالليل طيفك مرافقني يلي حبك حيل حيل نار وبي تحرقني قلبي وطير ومجروح مشتاق يشوف عيونك قلبي امنتك الروح من امنك لا تخونك
يمه يا يمه يمه يا يمه اسمع اسمع ايه حبيبي يا اهراني وعيوني يمه يا يمه يا يمه يا يمه يا يمه يا يمه يا يمه حبيبه يا يمه يا معاذ كذاب كذاب اللي يقول الغربة الراد كذاب اللي يقول الغربة الراد رحنا وجربينا الغربة الذلة جمعنا المال بس المال ما فاد تار الذهب والمال فضة طلبوا لك يا أحمد الجراح للعريس أحلى موال العيون معاوية الجراح ببعث أهلا موال للعريس خابرت وخابرتني خابرت وخابرتني وموعد وياها طلبت ردت منها يكون باكر قالت تصبر نسبي جاهزين 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 للإقلاع أربطوا الأحزمة يلا تنامي يا عاني تنامي سمعتك من أحلى الأسامي أحكي لك قصة علي بابا ويا ربعين واحد حرامي تنامي يا عاني تنامي سمعتك من أحلى الأسامي أحكي لك قصة علي بابا ويا ربعين شد عليها يا أبو حميد هاي هاي شرار ابو العبد يا يما ابو حميدة هذا الحكي الله افرح للجراح الله يهم أسامي أحكي لك قصة علي بابا ويا ربعين واحد حرامي هو هو هيا هيا عاشور شو بحكي لك يا زماني سمر الخواني لما عرفتني بحبها خانة
وحشتني بواحد ثاني اشوف احكي لك يا زماني عن هالسمرة الخواني لما عرفتني بحبا بحبا وكانت لي اخي داي 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 هذا الحكي يا ابو حبيب ودخلت مراد على الدار بدنا نعملها اليوم وليس عمود وانما اعلان الجراح على الحكي تحياتي الى مديريه جماعه الامن العسكري
يلا حيهم ليت اهل وسهل هذا الحكي سابره هاي ام معاذ هي ام العريس عاشت ام العريس وابو العريس يلا حيهم ايه يا محمد يا سلام الحجاز سمعنا الحجاز اسمع شلونك تسمعها اروح راح الاول سرح واحدة اسمع جدودك جدودك اها يا شلعت قلبي بس تدلل علي من بعد جسر الخابور سلم علي بيدو خفت ارد السلام خوف يقولوا ما تريدوا ندبك جناتي تسلم منا يا الاول وانت الغالي علي يا علي تعال حتى الوقت ما يرحم بحالي مجروح جوا القلب والعين دلالي حتى الوقت ما يرحم بحالي مجروح جوا القلب بهادل هذا الحشي يا ابو حميد بكل هاي منير الجرمان راح لمصور قهو نعم منير الجرمان اتانا من الزرقاء على الحكي تحياتي الى جميع اللي موجودين على صفحة منير الشرمان على المباشر وعيون خلدون جنيد يلا حيو كفو خلدون جنيد كفو على الحكي بها سيبوي اهو توك بدي ياكم فوتوا عندي وهواكم توك بدي ياكم تفوتوا عندي وهواكم هذا الحجي اهو واحدة
وحدة. يا سلام. حبلي والسر وعاني يا حبلي والسر وعاني الحب حبيبي خان بي ونساني خان بي ونساني ليش بينساني ليش كم علي زماني حبي والسر وعاني أحب والسر وعاني الحب حبيبي خان بي ونساني خان بي ونساني خان بي ونساني أمل والفرح بينا أمل والفرح بينا الأمل والفرح بينا الله حيك يا مولاي عوض وداعينا عبها وداعينا عبها وداعينا هيا هيا هو يلا شدوها حيل آي أبوي نعم نعم الله 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 هم نار وشرار الله وياكم ودمرني ودمرني هذا الولد دمرني الله يسعد مساكم جميعا حبايبنا من أراضي لواء المزار الشمالي ومن منزل معزبنا أبو معاذ الجراح ننقل لكم هذا الحفل الساهر بمناسبة زفاف نجله السيد بهاء الجراح حيوا معنا الفرقة الموسيقية على الأجهزة الصوتية مراكز الخطيب بإدارة فيصل الخطيب أبو العبد للصوتيات كما ينقل لنا أجمل وأبدع هذه اللحظات استديوهات الشرمان والجنيدي للصوت والصورة أخونا منير الشرمان على الكاميرا واخونا الفوتو وعلى الكرين حبيبنا خلدون واحلى مكسر حمودي المومني وحياك الله بسلطان جوارنا المستر والقيصر الموزع الموسيقي ابو حميد المجدلاوي شاعر الأجز واليرغول شاعر كل العرب سليم الحموري على الرجيج وعازف الطبل حبيبنا محمد الزقايبة مع تحياتي أخوكم الفنان مصطفى حسينات وتحياتنا إلى منسق الحفل صلاح الشرمان أبو مختز كل الاحترام والتقدير حياكم الله يا ريت تشاركونا بهالدبكة
اللي طلب عند الراسي يتفضل على الدبكة، اللي طلب دبكة الثقل يشرف على الدبكة. حياكم الله. الله أكبر. يلا حيهم. يا عيني عليك، عيني عليك يا سليم. الله يا عمري. يا والله يبا عنيت عنيت لأهل الوريد لأهل الوريد. ردت اشتري وردة لاقاني اسمر حلو وتبسم لي وتعدى. الله أكبر. شمعت ريحة عطر يا بها، شمعت ريحة عطر تسوالف وردة أتاريها من العطور أتاريها من خدها. الله يحييهم. من مشاركة جميعا بالدبكة اللي قاعدين على الكراسي. صحيح الساحة ضيقة بس التسع 100 محب من الكل على الدبكة. الله ولزوا على بعض أكثر عشان الساحة تقدر تتحمل. تحياتي للجوارنا والمخابرات العامة. يلا حيهم رجال أبو حسين كفين. إجاني العيد جاني العيد، جاني العيد وانت بعيد عني. صبرك يا روح يا الخيب تظني. جاني العيد يا حسنين من يوم فرقك ومن غابتك ومن بغابتك ما ضحيك سن. روح الثقل وعد الراسي واعطيهم. ادعس الله اكبر. كل ما تغيب الشمس وتصطعي ابو العبد. تعال كرفت سوا، خلينا نكرفت مع بعض. هلو. الله حيهم. الله حي راعي الأول. يا ميت أهلا وسهلا بالجميع. اسمع عيونك يا بهاء. نعم نعم اسمع اسمع. ايه ابو العريس ابو معاذ يقول اهلا وسهلا بالجميع حياكم الله. ايه اسمع
الساحة ساحة ضيقة. وين حطك؟ ساحة ضيقة ولا واحد ولا واحد. انت هي براده صعب ولا واحد يضل بالساحة ولا واحد. خلي ابو العريس بس ابو العريس بس. انت لا انت لا. حي ابو معاذ قفوا معزبنا يا اخوان. الساحة ضيقة ان شاء الله. الساحة ضيقة من ناش عدم الساحة. يسعد قلبه كلكو على راسي. حياهم الله. هاي ارصد عيني 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 انا عب رد على الراجوج يا ابوي رد رد يا سقيم رد هايس هاي سليمو هي. هذا فرس الحلقة فرس الحلقة هذا. هلا يا عريس هيا معادا هلا هلا هلا. حيهم اهالي المزار ميت اهلا وسهلا بالجميع. واهالي عنبر حياهم الله. عيون جوارنا والحوارنا حيهم عربس. الله واحد الله. يا معاد عاشت ام العريس وعيونك يا معاوية. معاوية صمود القهوة دي والفو جياني يا رب موعد والله عمرياني. صمود القهوة دي والفو جياني يا رب موعد والله عمرياني. والخي سالم ودقني حزياني يا بسي والف ترعش الكان. محمد محمد السقبي اضبط الايقاع معاه. اضبط صح قفو. ها فض الساحه فض الساحه يا ولد. هيهم هذا هو هذا هو. ارصد مرضك مرضك مرضك. يلا حيهم يا علي تفضل يا علي. ارشد هذا الراي هذا الصحيح. نعم يا سليم نعم هذا هو. هاي الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله محمد. افراح على الجراح على عريس بها وعيونه. هاي معاوية يا حبيبي يا فصعم. يا اخوان الساحة لا الساحة ضيقة. تعال الضبط تعال المجوز ناخذ حرية. عيونك بصاتي على راسي. ظالم ما ترحم حبيبك قاهرني وانا اشتكي بك. ظالم ما ترحم حبيبك قاهرني وانا اشتكي بك. مشكلة ما اقدر اسيبك مشكلة ما اقدر اسيبك.
شفت طيبك خلصت لك ما شفت طيبك لا 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 اخو العروس يا ميت اهل وسهلا اوه عرشان برضك هذا الحكي نعم هو الله هاي سليم الحموري اسمع طيارة الحموري اسمع الطيارات اسمع اسمع برامج البزار اسمع عندك الجراح ايوه واحدة واحدة هات يا سماء هات ناس مثل عمر على كفول بحلم يلا حيهم عجب ضاعي
جاء الشباب اللي عند التيمه اللي على المدخل التهمه جاء للنسوان، هذا مدخل النسوان اذا سمحتوا الموجودين عند التيمه تفضلوا لجوا. بعيونك خلينا لا تنسى ايام الميضة تصدقني ما ناسيها، انت العزيز اش ما غيبت بعيونك خلينا لا تنسى ايام الميضة تصدقني ما ناسيها، قلك حبيبي العين ما تنسى الجفن صدق حبيبي الوردة ويلك حبيب العين ما تنسى الجفين صدق حبيب الوردة ما تنسى القصير احنا بهواك تلون بين الليل انت العزيز تغير
بس يا حشرات انا عصيحتي هلا هلا
عاشو عاشو يلا حيها ام العريس ايوا اسمع الجفرة واسمع الثقل يلا حيهم هي 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 عاشو اهرني اهلا عمو بلديس المزار رائد الجراح حياك الله رايقك يا سليم ايوه عالرايق يا سليم عالرايق
سليم الله جهزني يرهولك يا سليم عيني على مراكز الشرباي والصوت والصورة نعم مراكز الخطيب للصوت إدارة الخطيب أبو العبد على إدارة والقيصر أحمد المجدلوي أبو حميد نعم عالرايق عالرايق جهزولي حالكم جهزنا اليرهول جهزنا اليرهول نعم عجولان ابو حميد عجولان قسم ابو حميد قسم بيات برضك نعم هز عليها هز على راسك يا شيوان راسك على راسه وكتفك على كتفه هذا الحكي يا عمري ولك شو هذا يا ولا اسمع يا ولا يا ابو العبيد بعد ما كنت مثل القمر من هاي شافوني وصار دمع العين منها والله السبب على سيب ومعاذ يا ولي السبب على سيب ومعاذ يا ولي مبهل يا ولي صبوري وتركوني عبوب الهباية يا ايه والله ايه والله سلمت يا والله الله عيني عليك عيني اسمع 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 تنامي كم هسه بحول لك تنامي هذول بموتوا على تنامي خليهم يناموا يلا اي والله اي والله خلاص اطلقوني اطلقوا سراحي عشان اعرف اغني بس لا حد يجي وشوشني اطلقوا سراحي شبابكم اي والله اي والله اسمع اسمع
شناتي نكرين وهذا الوجه ما يخفى علي صحيح مو جاي استغلط العين بس القلب شاف ايش قال هي مو انا شفتك لا تنكرين ونفس المكان اللي كنا نقعد بيه سويا ونفس الثياب ونفس الثياب اللي شفته عليك السعربية نفس الثياب هذا اللي قبل شهرين جبته بعيد من عادك هدية عثمان أرطغرل سلمت اي والله ابو حميد اي والله وهاي الساعة بيدك ما تذكرين جبتها بسبب تأخيرك علي المحابس والتراجي وكحلة العين انا الجايبهن بدي وبس المشترى وساير علي تنامي يا عيني تنامي سمعتك من احلى الاسامي احكي لك قصه على بابا ويا ربح واحد حرامي ولي كم من حرامي يا سليم كم من واحد يا زماني عن هالسمر الخواني لما عرفتني بحبها بعدني الواحد ثاني تنامي يا عيني تنامي سمعتك من احلى الاسامي احكي لك قصة علي بابا ويا ربح واحد حرامي كانت تظهر لي بالحب تحكي لي عن نبض القلب قطعتني انا بنص الدرب تايه انا واحزاني تنامي يا عيني تنامي سمعتك من احلى الناس اسمح منكم اسمعها منكم ها يلا واحد اثنين ثلاث تصرف من غير تفكير وقت تمشي مشي العميانة دق له هذا الحكي تلفونك قديم هو هاي 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 سابري يلا شدها شدها الله الله جواب العلم على الكريم الله عليك يلا هيا سينما العب على اليهود
شد يا سليمو. نعم نعم الله 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 شدوها حيل شدوها حيل. ايوه يلا جان الهوى وين اللازمة وتحرك شجوني قلب السوا وتحرك عيوني. هيهم هذا الحكي اسمع راح الاول ايوه ابو شقرا العب يا ابو شقرا العب هيهم كبير كبير افعالك يا سليم الحمور كبير شكرا واحد هذا بريد حلو زين شرطان عرف عرسي اهل سنة I got
احمد الحدث. نعم احييكم. قدمنا إلى الأمام عليهم. اسمع، كل ما رجعنا إلى الخلف تقدمنا إلى الأمام. الله على الجراح، على الجراح. هذا الحكي المضبوط. هذا هو يرهول، هذا يرهول يتكلم، بل هو بل يلعب. خليهم يطلعوا كلهم هون، تعالوا نطلعوا على الستيج. اعطيني اسرار الهون ان شاء الله. اذا مطب من يرغون ثم ببلعوا الى مستشفى بتقبلوا. يا ام الوارد يا ام الوارد، شاكر ابو امك احبش بيا عيال. لا احبش بيا عيال. يوم من ابوها وسمحه بالفيار، لا لحكم الله كانوا ذبحونا. يلا حيهم يلا، اصبر بك بر بك بر.
الله عليك الله. يلا حيهم الله 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 عاشو يالي يالي ابو شجرة اخوانك العهد اخوان ولا واحد تلفون بالمرة يا اخوان ولا واحد تلفون بالمرة يا اخوان وسط الاخوان ها يا اخوان ولا واحد صور جان يا اخوان ماشي يا اخوان بس بدك العهد هو سكر وجه الباب عايش عمري بدون احباب والدنيا مسكر وجه الباب لا من الدعوي لجروحي وقضي عمري حصر وعذاب لا من الدعوي لجروحي وقضي عمري حصر وعذاب
عليك يا سليمو، يا عيني عليك يا من الحول، نام يا حول نام يا سليم الحموري نام نام. اليرغول يتكلم هو هو نعم. الله 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 على هاي الحالة يا ابن الحول نعم. وعيونه معاوية وعيونك يا معاوية، العريس وأخوانه هاي معاوية.